السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، رمضان سلم والسلام، رمضان اليسر والتيسير، رمضان صفاء والنقاء الداخلي. كل يوم نعيشه هو هدية من الله سبحانه وتعالى، فلك الحمد يا الله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اليوم غادي نهضروا على طاقة الأحكام. يعني الناس دابا حنا في المجتمع ديالنا شي كيحكم على شي، كل شيء كيحكم، هذا ما مزيانش، هذا خيب، هذا غادي لجهنم، هذا لا لبس هكا خرج من الرحمة ديال الله. يعني سواء الناس اللي في الدين كيعطوا أحكام، سواء الناس اللي عاديين كيعطوا أحكام، أي واحد كيف ما كان المركز دياله، كيف ما كان الوعي دياله ولا درجة الوعي دياله، ما نقولش أي واحد، أغلب الناس كيحكموا، يعني كتجيهم عادي أنك تحكم، ما كيعرفوش أن هذيك طاقة الأحكام من أخطر الطاقات، وما الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. أولا الناس اللي كيحكموا خصهم يعرفوا أن قانون الجد ما عمره ما كيتفعل، أي إنسان فيه الحكم على الآخر كيحكم على الآخر راه ما عمره ما غيتفعل ليه قانون الجد. هذه حاجة. ثاني حاجة اللي خاصنا نعرفوه هما هذوك الناس اللي كيحكموا على الآخر عندهم هذوك الأحكام بمثابة نقط سوداء، بحال دي طاش نواغ، نقط سوداء في الهالة ديالهم، يعني في الهالة ديالهم كتكون الهالة ديالهم سهلة الاختراق، يعني يخترقهم الحسد، تخترقهم هذه، تخترقهم المرض، أي حاجة كتخترق الهالة ديالهم كيكونوا ضعاف، كيكون عندهم واحد ضعف روحاني. حاجة أخرى اللي خاصكم تعرفوا هو أن الإنسان اللي كيحكم، أي واحد حكم على شي حد فهو غادي يذوق من نفس الحكم اللي حكم عليه. كنقولوا حنايا في المجتمع ديالنا اللي تعجب راه كيتبلى بهذاك الشيء اللي حكم على الاخر. الوغ الواحد ايفيتي انه يبقى يحكم على الناس، لان الانسان اللي كيحكم هو في طاقه جلد الذات. اشنو كيجلد؟ كيجلد الذوات الاخرين، يعني كيبدا يجلد في الناس الاخرين، بحال هذا شي عصا وكيجلد فيهم. ما يمكنش انت تشوف واحد الانسان وتقول هذه راه ما مزياناش، هذه راه ما مسلماش، هذه راه كتكذب، هذا انت ما كتعرفش هذاك الانسان وكتحكم عليه، فهذاك الحكم كيعطيك واحد الطاقه اللي هي سلبيه، طاقه خبيثه لك، كتجعلك انك تخرج من هذوك الدبدبات ديال الرحمه وهذوك الدبدبات الخير والدبدبات نتاع السعاده، وكيجيك الابتلاء، يعني كتبدا تبتلى بمصائب، تبتلى بخيبه الامل، باي حاجه، بغدر، كيبدا يجيك الابتلاء لانك انت كثير الاحكام. شي واحد شاف شي منظر ما عجبوش يقول الله يستر، يقول الله يهدي ما خلق، يقول شي كلمه اللي هي ايجابيه، ما بقاش الانسان يحكم على الاخر. وحتى الناس اللي كتعرف ما تحكمش عليهم، لانك واخا تعرف ما غاديش تعرف الناس كيفاش كيفكروا ولا الدوافع ديالهم ولا علاش داروا هذاك الشيء. واخا تكون صديق ديالهم ولا كتعرفهم ولا من عائلتهم، ما خاصكش تحكم عليهم، غادي يجي واحد النهار وغادي تعيش نفس الحكم اللي حكمتي عليهم. الو قلوا من الاحكام، وفضل واحد ما يبقى يحكم على الناس يتجه لنفسه. عليكم بانفسكم، يعني يتجه النفس ديالو وشوف النقاط الضعف ديالو يخدم عليهم، ويشوف النقاط الايجابيه ديالو ويزيد يطورهم، وما يبقاش يحكم، يديها الانسان، يديها في راسه، يشوف راسه هو اش خاصو، ويشوف راسه كيفاش خاصو يطورو، والحوايج اللي خاصو يتوب فيهم توبه نصوحه، والروحانيات ديالو. الوقت راه عندنا، الوقت راه قليل والحياه قصيره، ما نضيعوش في الاحكام على الناس.